بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم سنة خمسة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهارده ان شاء الله هنشرح ليسون 4 في يونت 6 من كتاب بيت باي بيت، كده اخر درس في منهج الترم الاول. وقبل ما نبدا يا حلوين، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليوصلكوا كل جديد. ولو فاتكوا اي حاجه من الفيديوهات اللي فاتت، ادخلوا على قوائم التشغيل اللي موجوده في القناه من فوق واختاروا قائمه التشغيل سنه 5 من كتاب بيت باي بيت، وهتلاقوا عليها كل الفيديوهات بالترتيب. ونبدا على طول يا حبايبي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مجموعه من الكلمات، هنقول الكلمات الاول وبعد كده هنكمل شرح الدرس. قلم الوان شمع، كريون 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 كريون، سي ار اي واي او ان، حرف السي بينطق كي، بنقول كريون كريون، سي ار اي واي او ان. قلم الوان شمع، كريون كريون، سي ار اي واي او ان. سبوره، بورد بورد بورد، بي او اي ار دي. سبوره، بورد بورد بورد، بي او اي ار دي. بعد كده يتحدث، توك توك توك. عندنا هنا حرف الايه بننطقه زي الاو وحرف ال سايلنت، توك توك. يقع او الخريف، فول فول فول. طبعا كلمه فول ممكن في جمله تبقى فيرب بمعنى يقع، في جمله تانية تبقى نون بمعنى فصل الخريف. يبقى كده فول ممكن تبقى فيرب او نون، فيرب فعل يعني بمعنى يقع، نون اسم بمعنى فصل الخريف. بعد كده صغير، سمول سمول سمول. طويل، تول تول. يبقى هنا كده بننطق حرف الاي زي الاو، طويل تول تول. حائط، وول وول. يتصل، كول كول. تبشير، تشوك تشوك تشوك، سي اتش بنطقهم تش، تشوك تشوك. يمشي، ووك ووك ووك. قاعة او صالة، هول هول هول. كرة، بول بول بول. يزحف، كرول كرول كرول، حرف السي بينطق كي. يرسم، درو درو. قانون، لو لو. مخلب حيوان، بو بو. فك، جو جو. شال، شول شول شول. الغسيل، لوندري لوندري لوندري. طبق الفنجان، صوصر صوصر صوصر. نقولهم كمان مرة، قلم ألوان شمع، كريون كريون كريون. سبورة، بورد بورد بورد. يتحدث، توك توك توك. يقع والخريف، فول فول فول. صغير، سمول سمول سمول. طويل، تول تول تول. حائط، وول وول وول. يتصل، كول كول كول. تبشير، تشوك تشوك تشوك. يمشي، ووك ووك ووك. قاعة وصالة، هول هول هول. كرة، بول بول بول. يزحف، كرول كرول كرول. يرسم، درو درو. قانون، لو لو. مخلب حيوان، بو بو. فك، جو جو. شال، شول شول. الغسيل، لوندري لوندري. طبق الفنجان، صوصر صوصر. نشوف الصفحة اللي بعد كده. عندنا بعد كده أربع جمل، بيقول لي read the sentences يعني اقرأ الجمل، write the numbers واكتب الرقم على الصورة، then listen ثم استمع. لازم نقرأ الجمل ونترجمها ونفهمها وبعد كده رقم الصور. أول جملة بتقول عادل isn't tall يعني عادل ليس طويل، he is small يعني هو صغير. تاني، عادل isn't tall يعني عادل ليس طويل، he is small يعني هو صغير. يبقى الصورة اللي بتدل على الجملة الأولى letter C. يبقى هنا في letter C هنكتب number 1 رقم الجملة الأولى.
الجملة التانية عادل كانت توك، يعني عادل لا يستطيع أن يتحدث. he can't walk لا يستطيع أن يمشي. he can't do the laundry لا يستطيع أن يقوم بغسل الملابس. يبقى كده الصورة اللي بتدل على الجملة التانية letter D. letter D يبقى هنكتب فيها number 2. number 3 الجملة التالتة but ولكن عادل كان كرول، يعني عادل يستطيع أن يزحف. oh no عادل is in the hall يعني عادل يكون في الصالة. تاني الجملة التالتة but ولكن عادل كان كرول، يعني عادل يستطيع أن يزحف. oh no عادل is in the hall يعني عادل يكون في الصالة. يبقى كده الصورة اللي بتدل على الجملة التالتة letter B، يبقى هنكتب في letter B number 3. number 4 عادل has a shock يعني عادل لديه طباشير. look at the wall يعني انظر إلى الحائط. he can draw هو يستطيع أن يرسم. تاني عادل has a shock يعني عادل لديه طباشير. look at the wall انظر إلى الحائط. he can draw هو يستطيع أن يرسم زي ما أنتوا شايفين في الصورة. يبقى كده letter A بتدل على number 4 الجملة الرابعة. هنا طبعا عندنا كانت وعندنا كان. كان بمعنى يستطيع تعبر عن القدرة والاستطاعة، لكن كانت لا يستطيع تعبر عن عدم القدرة والاستطاعة. كان وكانت بيجي وراهم الفعل في المصدر بدون أي إضافات. يبقى لو أنا في استطاعتي إن أنا أعمل الفعل هقول كان. لو أنا طبعا غير قادرة على فعل هذا الشيء يبقى هنقول I can't. يبقى كان بمعنى يستطيع تعبر عن القدرة والاستطاعة، لكن كانت لا يستطيع تعبر عن عدم القدرة والاستطاعة. بعد كان وكانت لازم الفعل يبقى في المصدر، يعني أقول I can read، I can play، I can drink. وبرضو كانت يأتي بعدها الفعل في المصدر، أقول I can't run، I can't swim. يعني فعل بدون أي إضافات وبدون أي تغيير في شكل الفعل. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح lesson 4 في يونت 6 من كتاب بيت باي بيت. إن شاء الله الفيديو اللي بعد ده هنزل فيه حل أسئلة الدرس، وهنبدأ بقى نحل كل الأسئلة اللي موجودة في الكتاب. ولو فاتكوا أي حاجة من الفيديوهات اللي فاتت تدخلوا على قوائم التشغيل واختاروا قائمة تشغيل سنة 5. تدخلوا على قوائم التشغيل اللي موجودة في القناة من فوق واختاروا قائمة تشغيل سنة 5 من كتاب بيت باي بيت، وهتلاقوا عليها كل الفيديوهات بالترتيب، سواء شرح الدروس أو حل الأسئلة. كل شرح الدروس ويحل الأسئلة موجود على القناة بالترتيب على قائمة تشغيل سنة 5 من كتاب بيت باي بيت. وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.